السلام عليكم أصدقائنا الغاليين من جنب هرم خوفو. الهرم ده استمر أعلى قمة من صنع البشر لمدة 3800 سنة. كان ارتفاعه زمان 149 متر، دلوقتي ارتفاعه 138 متر فاصل 8. فضل زي ما قلت لحضراتكم أعلى قمة بشرية لحد ما بنوا الكاتدرائية في إنجلترا، ارتفاعها 160 متر. كان مشهور زمان إن الأهرامات هي عبارة عن مقابر للملك، يعني الملك في حياته بيأمر ببناء هرم عشان يدفن فيه بعد ما يموت. لكن ظهر مؤخرا فكرة قالت لا، خصوصا أهرامات الجيزة هنا، قالت لك الأهرامات دي كانت مثلا مراصد فلكية، محطات توليد الطاقة، والفكرة دي زودها أو رجحها حاجات منها إن في ملك مصري اسمه سنفرو منسوب له 4 أهرامات. هيقول لك هو لو كان هيعمل هرم عشان يدفن في مقبرة فيه كان يعمل واحد بس، ليه عمل 4؟ وفي واحد تاني اسمه أم نبحات الأول منسوب له 3 أهرامات. وبكده بقى فيه أشياء بترجح الفكرة لا، إن الأهرامات دي مش بس مجرد مقابر لحكام مصر القديم. ده بالنسبة للكلام عن الهرم، هرم خوفو أو ما يسمى بالهرم الأكبر. في مصر يوجد تقريبا 100 هرم، البعض بيقول 108، البعض بيقول 118، البعض يقول لك لا هم 92. أظن إن الحكم بيختلف بسبب اختلاف النظرة، هل الهرم كامل ولا في شيء تهدم ولا هو منهدم وهكذا. في موضوع تاني بقى حابب أكلم حضراتكم فيه عن المصريين القدماء. البعض يقول لك الفراعنة والبعض يقول لك الحضارة الفرعونية. التسمية دي مش صحيحة وياريت نوقفها، يعني ياريت لو بيسمعنا الوقت حد مسؤول في عالم الأثار يأكد على الكلام ده، إنه فرعون ده الاسم ده جه منين؟ جه من الدين. الدين بيقول لنا ان فرعون ده شخص واحد بس، الاسلام لما اتكلم عن فرعون اتكلم انه حاكم مصري، فما ينفعش نسمي كل حكام مصر فراعنه، ما ينفعش كده خالص. وما ينفعش نسمي الحضاره دي او الفتره دي من تاريخ مصر بالحضاره الفرعونيه، لان الراجل ده كان ظالم، فرعون ده كان ظالم. فهل مثلا نقول دي الحضاره الظالمه او الحضاره اللي بننسبها لشخص ظالم؟ اظن التسميه دي مش صحيحه. فضلا كمان إن المصريين القدماء بيتقسموا لـ30 أسرة، وكل أسرة فيها عدد مثلا من الحكام. فرعون ده كان شخص واحد، شخص واحد فقط. ده حتى في زمان البعض ممكن يقول لك إيه يا أخي المصريين القدماء دول كانوا ظلمة، فتقول ليه؟ يقول لك ما شفتش فرعون، ما هو واحد بس. حتى في زمان الشخص الظالم ده كان فيه مؤمنين. هتقول لي أو أقول لحضرتك كان في مصر سيدنا موسى سيدنا هارون والمؤمنين من بني إسرائيل، هتقول لا أنا بتكلم عن المصريين اللي هم مثلا أهل البلد الأصليين. أقول لك ماشي، كان في المصريين نفسهم ناس مؤمنين زي مين؟ زي الرجل اللي من آل فرعون اللي القرآن الكريم تكلم عنه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله. فده رجل من آل فرعون بنص الآية، وكان راجل أو رجل مؤمن. زوجة فرعون، القرآن الكريم تكلم عن زوجة فرعون، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي زوجة فرعون، يعني في احتمال إن هي مصرية. في حديث رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ان كان في ماشطة فرعون واحدة بتسرح شعر بنت فرعون وكانت مؤمنة، وانتهى بها الحال ان هي قتلت وابنائها كمان قتلوا معها، وشافتهم اظن شافتهم كلهم او شافت 4 منهم بيقتلوا قدامها. وممكن تراجع القصة دي. الفكرة الحضارة المصرية القديمة مش الفرعونية، المصريين القدماء مش الفراعنة. دي كانت فكرة سريعة واحنا بجان الهرم، وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.